مشاهدي موقع شوف تيفي، ثم دائما على المباشر، لحظة إخراج أو جر هذه الشاحنة الكبيرة رموك اللي كان دخل في هذا المنزل مع 4 الصباح، واللي تهرسات واحد السارية اللي كاينة في هذه الدار طاحت. خداو الوقت ديالهم باش يشوفوا واش كاين شي خطر لحظة الجر، نتمنوا ما يكون حتى شي حاجة. يعني كل شيء عنده تخوف في هذه اللحظة. صافي يوسف، صافي سير سير. أوو يا ربي السلامة. رويدة 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 حسيت بغاكي. كاينش واحد تم. آه شوف صايب 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 شوف شوف الرويدة الرويدة اللي مزايرة تما. يوسف بغاكي أيوة ناس هاي السلسلة. كيف كتشوفوا الحجم ديال الخسائر، نتمنوا ما يوقع حتى شي حاجه، نتمنوا يكون تكون الامور عاديه، يعني ما تكونش خسائر كثير. رجع رجع
طردقات طردقات هاي طول عمري ديك بس اسمعني جليل لا كمل كمل عندك جورج في واحد كلام عندك Thank you.
سعيد سعيد اشرب 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 دمر بارك Thank you.
الله يرحم الوالدين. طلعوا على المرشوط، اعملوا راه نمشي. مكاو ومكاو. ماشي. مشاهدي موقع شوف تيفي، انتم دائما معنا المباشر من حي الفرح مدينة الدار البيضاء. هاد الشاحنة من نوع كبير المحملة بالحديد بالخردة، ما عرفناش شنو السبب اللي خلاها تدخلت في الدار تقريبا مع 4 ديال الصباح. إلا عندهم تخوف من انقلاب هاد الشاحنة لحظة الجر ديالها، يعني ما غاديش يتسرعوا، غادي يحسبوا 1000 مرة عاد غادي يجروه. Thank you.
المشكل اللي واقع فيه اللي واقعين فيه دابا هو هذاك الديباناج اللي كانت كتجر تيطرطقات لها ديك الحديده ديالها. هنا فيه كاين المشكل وهنا فيه كاين التاخر. Oh.
كذا باش نوقع يعني معرب عليه الصباح هذا وقع ليش واش قال لك شي مصابح مع شي موط طاكسي انا الضربه هذه ديال السرعه مادام كاينه رونبا هنايا وجيب السرعه يعني ضربه خياليه يعني انا راه باينه الضربه ابو الدار لا شويه راه جيبوا كاميون كبير اش الاخر كيعوجوا كاميون كبير كامل عواج وصور ما عنده لا حق لا باطل طاكسي ما ضربوش لا زاد حالك ضربوا ديك الطوموبيلات اللي كانوا الصباح خليفة البوطات بعدا اللي ياخذ الله شو راه جايين من الرومبا هادو دافع هما البوطات من اللي شو راه من القد ديال الديور البوطات شو وصلوا كنت تفرقعوا هاد البوطات هادو راه جاي عند وراك يا رب السلام بحال فرح الدريسي يلاه يبقى فيهم هنصاص